بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي اليوم بإذن الله حنحضروا مع بعض وصفة تاع بيتزا كاري تجي بزاف بنينة مثل اللي تتباع في المحلات، اطريها من الداخل وتقرمش من برا بصلصة أكثر من رائعة وبعجينة أيضا سهلة جدا وبمكونات بسيطة تحصلوا على أروع وألذ بيتزا اللي كنا ناكلوها زمان. بدون إطالة يلا نبدأ على بركة الله في التحضير. بسم الله، في غيسيبيون ندير كاس حليب دافي، نضيف له ملعقة أكل سكر حبيبات أو سكريستاليزي، ملعقة أكل خميرة الخبز، ونخلط جيدا هذا المكونات حتى يتخلطوا ويتجانسوا، وبعد ذلك نخليه يرتاح مدة 5 دقائق، وبعد هذه المدة نرجع له ونكمل باقي المكونات. بعد 5 دقائق نخلط جيدا الخليط ونضيف له هنايا ربع كاس من زيت النباتي او التورنوسول، ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الحليب والخميره والسكر مع الزيت. هنا حبيباتي دوكا حنتوقف عن الخلط ونبدا نضيف في الفرينه. هنا ناخذ الكاس الاول تاع الفرينه نغربلو، لانه لازم نغربلو الفرينه تاعنا باش نتحصلوا على عجينه ناجحه. ضفت الكاس الثاني، وهنا حبيباتي حنضيف كمية من الملح حسب الذوق والرغبة، يعني بالنسبة لهاد الكمية ضيفوا حوالي ملعقة متوسطة من الملح، وعلى نخلطهم هكذا بلو فوي. هاد الطريقة تاع نخلط بلو فوي جيدا الفرينة مع السوائل هي اللي تحوض لنا العجن تاع عجينة البيتزا كاري ديالنا. فوالا نقعد نخلط هكذايا بهذوك الزوج كيسان تاع فرينة اللي ضفتهم. هنا حبيباتي حنضيف الكاس الثالث نصف منه من الفرينة، ودوك هنايا حنتوقف عن جمع الخليط تاعي بلو فوي. دوك هنايا حبيباتي حنستعمل يدي. حبيباتي حنضيف نصف الكاس الثالث المتبقي، ونبدا هكذا ندخل في الفرينه ونعجن حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وتتلاصق في اليد. فوالا دوك تشوفوا معايا القوام ديالها. هنا حبيباتي ما نعجنوا مع حتى حاجه، نطموا برك. فوالا كي تحصلت على هذا القوام دوك تشوفوه معايا، شوفوا كيفاش تتلاصق. هنا نغطيها ونخليها تخمر او يضاعف الحجم ديالها، ونروحوا نحضروا مع بعض لاصوص طوماط ديالنا. بسم الله، هنايا كنت قشرت حبيبات تاع الطوماطيش او الطماطم نحيت لها القشره ونقطعها هكذا الى مكعبات صغيره. ديروا الكميه اللي تحبوها على حسب كمية العجينة. أنا هنا استعملت كيلو تاع الطوماطيش. حبيباتي دوكا بعد ما نقطعها كامل نروحو نطيبوها مع بعض. إذا بقاو معايا وما تبعدوش. هذه هي حبيباتي الكمية اللي استعملتها واللي تحصلت عليها. هنا بسم الله ناخد كاسخول ونديرها على نار متوسطة، فوالا، ونضيف لها هنايا الملح ملعقة متوسطة، ديروا حسب الذوق والرغبة، ونضيف لها حوالي 3 ملاعق أكل من زيت النباتي أو ويل تورنوسول، تقدروا ديروا زيت الزيتون عادي جدا. هنا دوكا نخلي الطوماطيش تاعي تطلق العصير تاعها ولا لو جو ديالها وتدبال. هنا شوفوا حبيباتي بعد ربع ساعه وليت لا طوماط تاعي، شوفوا كيفاش خرجت كامل الماء ديالها وهنا تقلات مليح. نضيف لها سنه تاع الثوم، وبالنسبه للتوابل حندير لها الفلفل الاسود كميه مليحه مع الفلفل العكري الاحمر الحار والحلو، او الفلفل الاحمر الحلو والحار. فوالا بالنسبه لي ما يفهموش واش معناتها كلمه العكري. لا هنايا بعد ما خلطتهم جيدا كان حنضيف ملعقه اكل طماطم مصبره ولا كيغاسوب دو كونسونطري طوماط،
وأيضا حنضيف فنجال تاع الماء يكون سخن أو نصف كأس من الماء الساخن. فوالا، ونخلي لطومات تاعي تطيب على نار متوسطة. بعد ربع ساعة نرجع لها. فوالا، شوفوا حبيباتي لاصوص طوماط تاعي هنا سي بون. بعد ربع ساعة رجعت ليها، راهي واجدة وطيبة. دوك هنا نطفي عليها النار ونخليها جانبا باش تبرد. هنا حبيباتي العجينة تاعي بعد ما خمرت وضعها في الحجم تاعها، نحندقازيها او نحي لها كامل التخمر. فوالا، ونحطها سيغ لو بلون دو ترافاي ديالي. بالنسبه لهاد الكميه تاع العجينه تقدر ديرنا زوج سنيوات كبار وواحده صغيره من البيتزا كاري. فوالا، دوكا نحطها هكذايا ونقسمها، ندير واحده قطعه كبيره وندير واحده صغيره، لكن هي في الحقيقه درت زوج سنيوات كبار وواحده صغيره. فوالا، ناخذ هذيك صغيره العجينه، فوالا نفتحها هكذايا على شكل مربع او مستطيل على حساب السنيوه ديالكم، ولازم تعاونوا رواحتكم بلا فارين. فوالا، بالنسبه للعجينه كي تحبوا البيتزا تاعكم تجي خشينه ديروا العجينه حلوها خشينه، تحبوا لاباط تاعكم تجي رقيقه حلوها رقيقه، مي دو بريفيرونس حلوها على سمك نصف سنتيمتر خير. فوالا، دوك ناخذ العجينه تاعي نديرها في سنيوه، درت فيها انا بابي كويسون ورق الطهي ودهنته بالزيت، لازم سنيوه هنايا ندهنوها بالزيت. فوالا، ونحط العجينه ديالي نسقمها جيدا ونسوي حتى الاطراف، وبالنسبه لهاد الزوائد دوكا حنحيهم كامل. فوالا، دوك تشوفوا كيفاش نحيهم هكذا بالموس. بالنسبة حبيباتي للفرن لازم نكونوا شعلناه قبل ما ندخلوا البيتزا تاعنا بحوالي 45 دقيقة، لأنه هاد البيتزا تحب الفرن يكون سخن. هاد النقطة مهمة. ونطيبوا البيتزا تاعنا على 180 درجة أو حتى 200 عادي جدا. فوالا، راكم تشوفوا كيفاش راني نحي هنا الزوائد ونسقمهم فيما بعد عادي جدا. نشوفوا بعد ما سقمتها كامل في الاطراف او الجوانب، هنا دوكا حناخذ الزيت النباتي او ويل تورنوسول، ناخذ ان بانسو ندهنها جيدا. دير كميه معتبره من الزيت، نقول لكم علاه، لانه هذا من سر من اسرار باش لاصوص طوماط تاعنا ما تتشربهاش لاباط، تقعد تبان من الفوق كيما تاع برا. كي تاكلوا البيتزا تاعكم حتى لاصوص طوماط هذيك تستبنوها. فوالا، وناخذ هكذا اون فورشيت ولا فرشيطه نقعد نتقبها بهاد الطريقه. حبيباتي عطيت لكم كامل لي زاستيس باش البيتزا تاعكم تجي كيما تاع برا. ناخذ لاصوص طوماط تاعي تكون سخونه دافيه عادي جدا، ندير كميه مليحه هكذايا فوق لاباط بيتزا. فوالا، بهاد لافاسون حتى في الفراغات هذيك دوك نعاود ندير لاصوص. فوالا، كيما راكم تشوفوا حبيباتي، بعد ما درت كميه مليحه تاع لاصوص دوك هنا حندير الطون. هذا اختياري، بيتزا تاع زمان كاري كانت تجي غير بلاصوص طوماط هكذايا وحبيبات زيتون ورشه تاع المعدنوس، لكن انا حبيت ندير لها اضافات، ندير لها قطع من الزيتون الاخضر. فوالا، هنا يكون دي نوايوتي او بدون عظم. فوالا، ونديرها ديريكتومون طيب من التحت. حبيباتي، بعد ما طابت البيتزا تاعي من تحت خرجتها، راني ندير لها كميه من الجبن مبشور ولا فخوماج غابي. فوالا، نعاود نرجعها للفوق طيب من الفوق او تتحمر من الفوق فقط ويدوب لي الفخوماج ديالي. انا حبيباتي خرجتها، ندهنها بزيت الزيتون هكذا على الجوانب وندير لها رشه من الفوق، وندير لها ايضا دوكا كميه مليحه تاع المعدنوس كيما تاع زمان سوسو، وندير لها ايضا الزيتون الكحل. نقسمها قدامكم باش تشوفوا البيتزا ديالنا كيفاش جات. بسم الله ما شاء الله، صراحه انضي غيرك تاكلوها في محل من محلات الجزائر العاصمه.
هنا مازالها سخونه وقطعتها هكذاك، ما خليتهاش كامل تدفى ولا تبرد. ودوك تشوفوا معايا ايضا القوام تاع البيتزا ديالنا. شوفوا حبيباتي جات بسم الله ما شاء الله. اذا حبيباتي هذه هي البيتزا تاعي لنهار اليوم فوق طاوله التقديم، درت لها شويه مايونيز فقط للتزيين، كان هذا هو العشاء تاعنا الحمد لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. قدمتها مع عصير البطيخ الاحمر ولا جو تاع الدلاح او لا باستيك، جا بسم الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان وصفتي لنهار اليوم نالت اعجابكم ورضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر او وصفه اخرى، ما تنسونيش بجام كومونتير، واللي زارتني اول مره مرحبا بك حبيبتي في قناه بيبا بيباتو، ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لك كل جديد. نخليكم رابط حسابي على الانستغرام، صفحتي ومجموعتي في فيسبوك في صندوق الوصف. تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.